سبحان الله. يعني بعض الناس شاطرين بس يقول لك كفار كفار كفار. يا جماعة الخير، ما يسمى بالكفار ترى فيهم خير عظيم، بس احنا اللي مقصرين معاهم. طفلة طفلة تقرأ القرآن الكريم تصير عيونهم تدمع تيبكوا. سبحان الله، ما يسمى بالكفار ترى فيهم خير، ولما يسلموا ترى بيصيروا أحسن مني ومنك. فلذلك بدل ما تقولوا كفار كفار بالإصبع هذا زي المسدس، ارفعوا 10 أصابع وادعوا لهم. بعد تجربة 40 سنة تبارك الله في تورونتو كندا أقولكم فيهم خير عظيم، بس إحنا المقصرين، إحنا المقصرين في الدعوة، إحنا المقصرين ندعوهم إلى الجنة وإلى القرآن الكريم. ولذلك يا أحباب الله بطلوا كلمة كفار كفار. طيب كفار، طب ما إحنا بنظرهم كفار، إحنا بنظرهم كفار، يعني إحنا بيقولوا عننا كفار نظرهم. طيب فلذلك ندعوهم إلى الإسلام، ندعوهم إلى القرآن ورحمة الإسلام، رحمة الله جل في علا، أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.